تصفيات كاس العالم في ماتش الديربي الثلاثاء القادم ان شاء الله، من اجل امل ولو ضئيل للبراج للملحق. ترجع الكره والانطلاق، يمشي كارلوس ادواردو، هذه خطيره ومش ممكن. لاعب روحوا فيها، لاعب دفعت عليك وعملت فيها محامي وعملت فيها اجنت فيفا، لاعب لا يم الشعور الطويله، لا مش ممكن. كيف ضاعت هذه؟ مش ممكن. كيف ادرى هذا؟ مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. الهلال عن طريق بريتوس رفض التسجيل، خطايا استفيد منه كايو. مش ممكن، كرة دوارة والكرة غدارة واللي ضيع يقبل يا هلال. مش ممكن، بريتوس وقع من الفيلم، حسب نفسه. نعم 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 نعم، يمثل، يعتبر نفسه انه مصاب. لا لا بأس، سيبه يا عيسى، سيبه يا عيسى، ما عنده شيء. مخبي وجهه امام الهلاليين، مخبي وجهه على الهلاليين، مخبي وجهه على الهلاليين. مش ممكن، اول مره نشوف لاعب يضرب كره بكتفه يا رسول الله. مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. هذه كره سيمي فاينل. ماذا اهدر رفيقكم الجديد يا سلمان؟ يا ولدي لاباس، تو علاش تكسر في الريتم تي؟ خلاص ما نعرفش عاد، الله اعلم. نعرف الجمهور السعودي والجمهور الهلالي يسامحك ما يسامحك، الشيء الثاني هذا عاد، انت والبطوله وانت ونيتك، انت والنوايا يا بريتوس. ماذا فعلت يا بريتوس؟ اجئت بالملايين وحملت زي فريق الملايين وعشاقه بالملايين وينتظرونه ملايين الملايين.